مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية عبر قناة الجزيرة مباشرة، حيث نتابع وإياكم ما يحصل الآن في داخل محطة توليد الكهرباء. في هذه اللحظات نتابع وإياكم دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود الممول قطريا وبرعاية أممية إلى قطاع غزة. هذا الوقود الذي من شأنه أن يزيد أو أن يزيد ساعات وصل الكهرباء إلى 8 ساعات. حتى هذه اللحظة ما نشاهده ونتابعه هو دخول هذه الشاحنة إلى المحطة بمراقبة أممية، حيث ممكن أن تشاهدوا خلف جبات تابعة للأمم المتحدة. هذه الجبات كانت أمام هذه الشاحنات التي دخلت إلى محطة توليد الكهرباء، وهي ضمن الاتفاق حيث يتم مراقبة دخول هذا السولار إلى محطة توليد الكهرباء. طبعا الإعلام الإسرائيلي منذ ساعات الصباح تحدث عن دخول شاحنات أو سيتم إدخال شاحنات إلى قطاع غزة. قبل قليل كان هناك حديث من الإعلام الإسرائيلي بأنه سيتم إدخال 6 شاحنات إلى القطاع بشكل تدريجي. هذه الشاحنات ستزيد من وصل ساعات وصل الكهرباء إلى 8 ساعات وفق اتفاق معين. تكون الأمم المتحدة راعية لهذا الاتفاق، وتكون قطر أيضا ممولة لهذا السولار الذي يدخل إلى المحطة. هذه أولى الشاحنات حسب ما نرصد، وننتظر وصول شاحنات أخرى إلى هذه المحطة. أيضا أود التأكيد إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال حسب ما يتم الحديث من قبل الإعلام الإسرائيلي ترفض دخول هذه الشاحنات، لكن يبدو أنه تم تجاوز هذه المشكلة وتم إدخال هذه السيارات إلى محطة توليد الكهرباء. نتابع وإياكم قضية إدخال السولار إلى محطة التوليد، حيث هذا السولار كما قلنا إذا تم بالشكل المطلوب وإذا تم كما تم الحديث بأنه سيتم إدخال 6 شاحنات اليوم بشكل تدريجي، بالإضافة إلى أنه سيتم إدخال شاحنات أخرى، بالتالي هذا الأمر سيكون من شأنه تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة وزيادة الساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني بشكل كبير من الحصار، والذي يعاني بشكل متواصل من قطاع التيار الكهربائي على سكان القطاع. هذه الشاحنة حسب ما تم الذكر لي قبل قليل أنها تحمل 35 ألف لتر من السولار الصناعي. أود التأكيد إلى أنه ترفض أي جهة التصريح أو الإدلاء بتصريحات نظرا لحساسية الموضوع كما نتابع. يعني حاولنا الحديث مع أكثر من طرف للتصريح حول هذا الموضوع، لا يوجد أحد يريد أن يتحدث بهذا الخصوص، ولكن هذه المعلومات التي نستقيها من هنا وهناك هي شبه مؤكدة. كما نلاحظ أن دخول هذه الشاحنة يؤكد أن هناك موافقة إسرائيلية بدخول هذه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم. هل هذه الشاحنات ستؤثر على الوضع الميداني في قطاع غزة من خلال إذا كان لديها أداء في تطوير وتحسين الكهرباء في قطاع غزة؟ هل سيكون هناك تأثير على الوضع الميداني؟ لكن نبقى في ما تم الاتفاق عليه وما نلاحظه ونشاهده الآن. إذن هذه أولى الشاحنات التي وصلت إلى محطة توليد الكهرباء، وكما تلاحظون هي الآن تقوم بإفراغ حمولتها من السولار الصناعي. ونلاحظ أيضا تواجد الجانب الأممي الذي جاء ليراقب هذه العملية حتى لا يكون هناك مجال للشك بأن هذا السولار وصل إلى محطة التوليد. أيضا هناك جانب من اللجنة القطرية التي ترافق هذه الشاحنات، بالإضافة إلى سلطة الطاقة التي يوجد عدد من الأفراد منها في قطاع غزة، يوجد عدد من الأفراد منها يتابعون ويفرغون حمولة هذه الشاحنات. أود التأكيد إلى أنه لم يكن هناك منع من قبل محطة التوليد أو اعتراض من قبل محطة التوليد لدخول هذه الشاحنات. هذه الشاحنات دخلت بسلاسة وبكل سهولة، يبدو أن هناك يعني توافق أو تنسيق مسبق لدخول هذه الشاحنات. على كل نبقى في حالة الانتظار، هل سيبقى الأمر مقتصر على هذه الشاحنة أم أن الجانب الإسرائيلي سيسمح بدخول مزيد من الشاحنات
شاحنات، كما تحدث قبل قليل عبر الإعلام الإسرائيلي بأنه سيتم إدخال 6 شاحنات إلى قطاع غزة بشكل تدريجي ومتفاوت إلى محطة توليد الكهرباء. نترك لكم مشاهدينا متابعة ما يجري الآن في محطة التوليد التي تشهد اليوم أولى الخطوات الأممية التي الراعي المساهمة في التخفيف عن قطاع غزة. طبعا قطر والأمم المتحدة اليوم نفذوا ما تم الاتفاق عليه بينهم بشأن إدخال السولار الصناعي إلى محطة التوليد وتحسين الكهرباء في قطاع غزة، ولازلنا أيضا بانتظار مزيد من الشاحنات التي ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع وصولا إلى محطة توليد الكهرباء حتى تقوم بتعبئة وإفراغ حمولتها، وبعد ذلك نلاحظ أو سيلاحظ المواطن الفلسطيني تحسن سيكون ملحوظ على الكهرباء في هذه المحطة التي لا زالت تعاني أيضا هي بسبب الحصار والاعتداءات الإسرائيلية، حيث في الحرب الأخيرة تعرضت للقصف هذه المحطة ولكنها يعني تحاول أن تعمل بأقل الإمكانيات وصولا إلى كهرباء مناسبة للمواطن الفلسطيني. نترككم مشاهدينا لمتابعة هذه المجريات بشكل حي ومباشر.